النسك الأنساك ثلاثة الحج على ثلاثة أنواع تمتع وقران وإفراد نعم تمام التمتع ما هو؟ التمتع يأتي بعمرة كاملة في أشهر الحج قبل الحج نعم, نعم. قبل الوقوف بعرفة قبل يوم التاسع نعم. يقصر لا يحلق هنا نعم المتمتع أن... تمام ومتى يحرم أصبح أصبح حلال فيوم الثامن قلنا يلبي بالحج نعم ويحج الحج اللي ذكرنا نعم يقف بعرفة يبيت بمزدلفة يبيت بمنى أيام التشريق لا بد أن يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ويسعى سعي الحج يعني طاف مرتين. مرتين مرة في العمرة ومرة في الحج وسعى مرتين مرة في العمرة ومرة في الحج نعم نعم وعليه هدي هذا التمتع هو أفضل الأنساك والله أعلم الثاني القران يعني يقرن بين الحج والعمرة يجمع بين الحج والعمرة نعم ما يتحلل لكن العمل القارن وعمر المفرد شيء واحد غير عمل المتمتع لكن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي صفة حج الإفراد وحج القران يحرم بالحج من الميقات ثم يأتي إذا أتى إلى مكة وطاف وسعى يصح نعم يمكن له أن يأتي إلى مكة إلى الكعبة يطوف ويسعى نعم المفرد والقارن. نعم ويمكن أن يؤجل السعي إلى بعد الوقوف بعرفة يعني يمشي مباشرة إلى منى يوم الثامن أو إلى عرفة يوم التاسع عرفة ثم مزدلفة ثم من يبيت بها لايام التشريق لا بد ان يطوف بعد الوقوف بعرفه نعم نعم ويسعى سعي الحج